بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نقف اليوم مع اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالحي هي صفة لله تعالى مصححة، كما يقولون هو شرط مصحح لاتصافه تعالى ببقية الصفات، لأن الميت لا يتصف بأي صفة، فكان الحق سبحانه وتعالى متصفا بالحياة التي هي شرط مصحح لاتصافه بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات. ثم صفة القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، والقائم بنفسه أي المستغني عن خلقه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه أبدا، بل الخلق هم محتاجون إلى الله تعالى. وعندما نقول بأن الله تعالى ليس محتاجا إلى شيء من خلقه، نقصد به الاستغناء المطلق. ومعنى الاستغناء المطلق أي كل ما عدا الله تعالى لا يحتاج الله تعالى إليه، أي كل هذا العالم كما يقول العلماء. أيضا هذا العالم فيه العرش والفرش والبحار والسماوات وغيرها، فإذا قلنا الله قيوم أي لا يحتاج إلى شيء من هذه الأشياء، ولا العرش أيضا ولا العرش. وقد قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله، قال: بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرة الله، مقبوضون في قبضته، أي أنه لا يجوز لمتوهم أن يتوهم إذا كان يفهم معنى القيوم ويفهم معنى الاستغناء المطلق لله سبحانه وتعالى، أن يتوهم أن أي شيء من هذه الأشياء الله تعالى يحتاج إليها. أيضا مما يتوهمه بعض الناس وهو مخالف لصفة الحي القيوم سبحانه وتعالى، وصف الله تعالى بالمكان أو بالجهة أو بالزمان، كل هذه الأشياء متعالي عنها الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الزمان والمكان والحد والجهة كلها قيود، والله تعالى مطلق لا يقيد سبحانه وتعالى، فلو كان متصفا بها لكان مقيدا سبحانه وتعالى، وهذا محال على الله عز وجل. إذن كيف يمكننا أن نفهم هذه الصفة مع أن في إدراكها شيء من الصعوبة؟ لماذا؟ لأن الإنسان في طبعه لا يؤمن بموجود إلا في مكان، لا يؤمن في موجود بموجود إلا له زمان، لا يؤمن بموجود إلا وهو محدود. هذا ما يغلب على الحس وعلى طبع الإنسان، لأننا نتعامل ضمن هذه الأسباب ونتعامل ضمن هذه الحواس أو المحسوسات. فأقرب طريقة هي في فهم الاستغناء المطلق لله تعالى، وهي صفة القيوم، أن يفهم الإنسان هذا العالم، أن يتصوره معدوما. فإذا تصور هذا العالم معدوما، ساعة إذن يفهم معنى أن الله تعالى كان ولا مكان، يفهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدثكم عن أول هذا الأمر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله وفي رواية لم يكن شيء غيره، وفي رواية قبله أو قبله. إذن إذا أردت أن تفهم الاستغناء، افهم أن الله تعالى كان ولم يكن شيء من هذا الخلق. وهل كان الله تعالى بصفاته قديما؟ نعم، كما قال الإمام الطحاوي، كان بصفاته قديما وما زال عليها سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق وقبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، لم يزدد بكونهم شيئا. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: لم يزدد بكونهم شيئا، يعني بعد وجود الخلق لم يزدد الله تعالى صفة لم تكن له،
لم يكتمل بالخلق حاشا لله سبحانه، لأن المكتمل بغيره ناقص في نفسه، فلو اكتمل الله تعالى حاشا لله بخلقه لكان ناقصا بنفسه، ولا يتحقق له الكمال إلا بالخلق. فلذلك وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية، أن تتصور أيها الإنسان المعتقد بقيوميته سبحانه وتعالى، أن تتصور أن هذا العالم معدوما أو معدوم، وأنه لم يكن شيئا ثم كان بعد ذلك، ثم حدث بعد ذلك، وكان الله قبل هذا الخلق وقبل السماوات وقبل العرش وقبل كل شيء، وكان قديما، كان بصفاته الكاملة التي ليست مكتسبة من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، إذن ولذلك لهذا الاحتواء، لاستغناء الاعتقاد بالقيومية أن الله مستغن عنا استغناء مطلقا وعن الخلق استغناء مطلقا، ومهم أن ندقق على كلمة مطلقا وليس مقيدا، وأنت أيضا أن تعتقد أنك مفتقر إليه، لأن بعض الخلق قد يرى في نفسه استغناء عن الله، وهذا ما ذهبت إليه اليهود لعنهم الله، حيث وصفوا الله سبحانه وتعالى بالفقر. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هؤلاء الذين وصفوا الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياء عنه، هذا أيضا خروج عن عقائد المسلمين وعن عقائد الإسلام، وهذا كفر. أن تعتقد أن الله ليس غنيا في نفسه، أو أن تعتقد أنك أنت غني عنه، في كلا الحالتين هذا خروج عن عقيدة الإسلام. ولهذا المعنى ولهذا الاحتواء العظيم في هذا الاسم العظيم وفي هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، ذهب جمع من العلماء وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، في اعتبار أن الحي القيوم هي اسم الله الأعظم. بعضهم قال لفظ الجلالة الله، وبعضهم الإمام النووي يميل إلى قول أن صفة الحي القيوم أو الاسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، لأن بقية الصفات وبقية العقائد تنطوي تحت وتنضوي تحت هذا الفهم الذي تحدثنا عنه في قضية الاستغناء المطلق لله سبحانه وتعالى عن كل ما عداه، وافتقار كل ما عداه إليه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مزكي النسبي من وصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي أحمد
زكي النسب مروص في الكتب هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا يزره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي يزره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي.